بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله ان ساق القوم اخرهم هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فالذي يسقي الناس هو يكون اخر من يشرب وهذا الحديث عنده قصه جميله جدا وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع ابي قتاده رضي الله عنه فكان يامره ان يسقي الناس فجعل ابو قتاده وكان عطشان رضي الله عنه فيصب له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي ويعطي لهذا يشرب ويعطي هذا يشرب ويسقي هذا ويسقي هذا حتى اللّخّر كاع قال اشرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ان ساقي القوم اخرهم يعني اللي هو اخرهم من يشرب فهذا ادب اسلامي ان الانسان اذا ضيف الناس كان هذا اداب تاع الضيافه أنه يكون هو اللّخّر اللي يشرب ما يقولكش المؤمن يبدا بروحه لا المؤمن يبدا بروحه فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يبدأ بروحه في العمل بالخير يبدأ بروحه كي يقول الناس ديروا حاجة هو اللي يديرها أنا معك هذه هي لكن لما يسقي الناس لما يضيف الناس يكون الأخر هو اللي يأكل الأخر هو اللي يشرب فالدين تاعنا عنده هذا الاتكات إن صح التعبير هذا التعامل الراقي الناس اليوم تخلص دراهم بزاف باش تتعلم فن التعامل الراقي في المجتمعات يعني اللي تهتم بهذا الامر. حنا الدين تاعنا لو كان نتمسكوا به رايحين نصيبوا رواحتينا نتعامل هذا التعامل الراقي. شوف مثلا في الاكل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه قمه التعامل الراقي كي تجي تاكل قبل ما تبدا ماكش ملهوف حبس شويه قل بسم الله. ومن بعد كل بيمينك انت ماكش سبع تاكل بزوج يدين حيوم وفتارس كل مما يليك تاكل مما يليك ما, تر... ما تمدش يدك حتى تم وتدي حق تاع لكن هذه كل مما يليك قال لك كي يكون الطعام كاع كيف كيف كي يكون الطعام متنوع يقدر ولهذا قال لك من اداب الضيافه من اداب تاع الضيافه انه كي يجيك ضيف تقسم له الطعام شويه منه شويه منه شويه منه وتقربه له ماشي دير له كاع الخبز مثلا من جهته واللحم من جهتك وتقول كل مما يليك لا ابراهيم عليه السلام لما جاءوا الضياف قال فقربه اليهم قرب لهم اللحم يعني باش ما يضطروش انه يكسلوا يديهم باش ياكلوا وما كلاوش لانهم كانوا من الملائكه فلاحظوا علاش ذكرت هذه الامثله كامل لان الدين دين الاسلامي دين فيه تعامل راقي فيه جماليات تتعلق بالشكل وتتعلق بالاخلاق ومن باب أولى تتعلق بالإيمان وبالمعاملات مع الناس أبو قتادة رضي الله عنه حتى وهو يسقي الناس علم له والنبي صلى الله عليه وسلم على باله بله على باله لكن بين هذا الأدب أنك كي تكون تسقي الناس تكون تآخر من يشرب فنحن من خلال هذا الأدب ندعو أبناءنا إلى الالتزام بالآداب الإسلامية الأخرى وندعو الآباء إلى تعليم أبنائهم هذا الأدب هذا تصيب وليده ياكل باليسرى يشرب باليسرى وهو ما على بالوش به لا ما لازمش يكون ما على بالوش به لازم يولف له ويدربه ويعلمه وعلاش ما تقوليش لا هو هكذا يعني ما في تعامل باليسرى وجه صعيبه جه صعيبه بصح ماشي مستحيله وهذا الاداب كي نلتزموا بها رايح يكون عندنا نظام حتى في امور اكبر هذا لكي يسقي الناس يكون هو الاخر اللي يشرب غدوه في الطريق ما واش راح يدي بلاصه تاع طوموبيل ما يشتاعو غدوه كي يكون راح السياره تاعو يركنها ما راح يركنها في مكان غير مكانه لانه هو تعلم في الماكله ساقي القوم اخرهم تعلم في الماكله كل مما يليك فيسال ما يحقرش هذه الامور البسيطه جدا العلماء لما ذكروا في قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين قال لك شكون هو العالم الرباني العالم الرباني هو اللي يعلم الناس الحوايج الصغار قبل الكبار يجي يقول لك علمنا العقيده وعلمنا هذه إيه الامور دوك تو تفهموها كي نبداو بهذه الامور البسيطه جدا هذه الاخلاق وهي من العقيده لان اكمل الناس ايمانا اكملهم اخلاقا واحسنهم خلقا فالانسان اللي يلتزم بهذا النظام علاش انا نلتزم به لربي سبحانه نلتزم به لانه الدين تاع ربي تاع النبي صلى الله عليه وسلم لما نلتزم بهذه الامور هذه غدوه مانيش راح ندنا الحاجه ماشي تاعي فالذي يلتزم بساقي القوم اخرهم غدوه ما راح يعتدي على ملك الغير غدوه راح يكون موظف نزيه ومواطن نظيف فنسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما والسلام عليكم ورحمه الله